السلام عليكم شباب. عندنا هذا المثال اللي أخذناه أعطيتكم إياه، اللي هو مال تصميم الخلطة الخرسانية، اللي هو كان السؤال: صمم خلطة خرسانية طبقا للطريقة الأمريكية ACI كود، معهد الخرسانة الأمريكي، لمنشأ خرساني يتعرض لفترات من الانجماد والذوبان، ويفي بالمتطلبات التالية: أولا، مقاومة الانضغاط بعمر 28 يوم، الكومبرسيف سترينث منطينا إياها 32 ميجا باسكال. الانحراف المعياري الاس دي اللي هو ستاندرد ديفيشن هو 3 ميجا باسكال. الهطول السلامب منطينا اياه من 30 الى 50 ملم. المقاس الاقصى للركام الخشن منطينا اياه 24 ملم. والوزن النوعي للركام الخشن 2650، والركام الناعم عندنا الفاينس مادلاس معايير النعومه 2.8، والوزن النوعي 2650 ايضا مثل الركام الخشن، واعلى نسبه ووتر سمنت ريشيو المسموحه 0.4، واقل محتوى للاسمنت هو 400 كيلوغرام للمتر المكعب. هذني المحددات، يعني لما اطلع ووتر سمنت ريشيو لازم اشيك ويا المحدد مال السؤال، ولما اطلع كميه الاسمنت ايضا لازم اشيك ويا السؤال. هسه نجي الى الخطوه الاولى اللي هي قابلية التشغيل، اللي هو الإسلام. وقابلية التشغيل قلنا بس هذا الحل أول شيء أطلع الهطول. أنا الهطول منطيني إياه بالسؤال، منطيني الهطول من 30 إلى 50، فإذا ما أحتاج أدخل على جدول رقم واحد، مباشرة أروح وين؟ على جدول رقم اثنين. جدول رقم اثنين اللي هو هذا، جدول رقم اثنين يريد من عندي هطول، كمية الهطول ايش قد، ويريد من عندي مقاس أقصى للركام الخشن، زين، هو ايش دا يقول لي بالسؤال؟ يقول بأنه هاي الخرسانة تتعرض إلى فترات من الذوبان والانجماد. فبما أنه تتعرض للذوبان والانجماد لفترات من الذوبان والانجماد، اذا هي بها سيفير كونديشن، بها ظروف قاسيه، تتعرض الى ظروف قاسيه. وبما انه تعرض الى وذوبان وانجماد، معناها اصلا هاي الخرسانه بها هواء مقصود، دائما من يقول لنا هيك، اذا حدد بالسؤال قال الخرسانه حاويه على هواء مقصود، او يقول تتعرض الى فترات من الذوبان والانجماد، فنستخدم الجزء الثاني، من جدول رقم اثنين، زين، هو بالسؤال منطينا الهطول من 30 إلى 50، والركام الخشن منطينا اياه 20، فإذا أجي من 30 إلى 50 اللي هو نفسي 3 إلى 5، هذه بالسنتيمتر، وكان هو منطينا اياه بالمليم، والمقاس الأقصى للركام منطينا اياه 20. المقاس الأقصى، نعم 20. هاي ال 20 اجي اقاطع حوالي ال 30 لل 50، القى كمية المي ايش قد؟ 165، انزل هنا اطلع الهواء ايش قد؟ الموجود 6%، فاذا 6% الهواء و 165 المي. اجي اقول الووتر، كونتنت، وزن المي راح يصير 165 كيلوغرام للمتر المكعب، والاير كونتنت هو 6%، هذا من جدول رقم اثنين، هذا الحكي من جدول رقم اثنين، خلاص طلع عندنا كمية المي. هسه اجي اريد اروح على جدول رقم ثلاثة، ما اقدر ادخل عليه الا اطلع مقاومة انضغاط مستهدفة، لازم اطلع مقاومة انضغاط مستهدفة، مو المقاومة اللي اعطاني اياها بالسؤال، هاي اللي اعطاني اياها بالسؤال هي مقاومة تصميمية اللي هي هاي الديزاين كومبرسيف سترينث. انا اريد تارجت كومبرسيف سترينث، مقاومه مستهدفه، هذا الجدول يريد من عندي مقاومه مستهدفه. المقاومه المستهدفه شلون اطلعها؟ المقاومه المستهدفه عندنا محددات لها، اذا تتذكرون المحدد الاول، القانون الاول حتى نطبقه اللي هو قانون عام، هذا اف برايم سي او الاف سب سي ار تساوي اف برايم سي زائد 1.34 في الستاندرد ديفيشن في الانحراف المعياري. واجي اطبق هاي المعادله، الاف برايم سي مطيني اياها بالسؤال اللي هي 32 زائد 1.34 الستاندرد ديفيشن 3، بهالحاله راح تطلع لي المقاومه المستهدفه من هذا هاي المعادلة، راح تطلع لي 1.34 في 3 زائدا
32 راح يصير عندي 36.02 ميجا باسكال. زين ال 32 شوف هنا هذا المحدد انتوا اكثركم يخطئ بيها، عباله ال 32 مباشره اقل من ال 35 فمعناها لازم مقاومه الانضغاط هالقد تصير. لا، هذه المحدد المعطيني اياه بالسؤال هو 32 مقاومه الانضغاط. اريد اجي اشوف المعادله الثانيه يا هي اللي استخدمها. عندي معادلتين، واحده اللي اقل او تساوي 35 والثانيه اكبر من 35. فبما انه ال 32 المعطيني اياها بالسؤال اقل من 35 فراح استخدم هذه المعادله اف سب سي ار تساوي اف برايم سي، اف برايم سي زائدا 2.33 في الستاندرد ديفيشن ناقصا 3.5 او 3.45 نفس الشيء ما يفرق كل شيء هواي. هاي هنا بما ان مو اف، هنا مو اذا، هنا راح صارت بما ان الاف برايم سي تساوي 32 وهذه اصغر من ال 35 ميجا باسكال، اذا المعادله هاي راح تصير. بما انه ال 32 هي اصغر من ال 35 فاذا راح استخدم هاي المعادله. اجي اطبق هاي المعادله اللي هي 32 زائدا 2.33 في 3 ناقص 3.45 وتساوي عندي 35.54 ميجا باسكال. طبعا احنا بمقاومه الانضغاط دائما ناخذ الاكبر، اذا ايش ناخذ؟ ال 36. بس من اروح للجدول اريد اطبق الجدول ما بي 36، ما بي 36، بي 40 او 35. اذا اطبق ال 40 الخرسانه مالتنا بيها معرضه لفترات من الذوبان والانجماد، اذا هي بها هواء مقصود. بالجدول ما عندي مقاومه ال 40 ما عندي بها ووتر سمنت ريشيو، ما يعطيني ووتر سمنت ريشيو، خليها فراغ. فاذا شو اسوي؟ راح ارجع اقول اذا هنا اذا يوز او هنا اذا يوز 35 ميجا باسكال، مو هواي الفرق، راح استخدم ال 35 ميجا باسكال. بما انه 35 ميجا باسكال من جدول رقم 3 اللي هو هذا جدول رقم 3، ال 40 باوع ال 40 اذا اجي لا هي بها هواء مقصود، ما عندي بها ووتر سمنت ريشيو، ما منطيني ووتر سمنت ريشيو اذا 40. فانا راح ارجع على ال 35، راح استخدم 35. فال 35 عندي الووتر سمنت ريشيو ايش قد؟ 0.4 من جدول رقم 3، من جدول رقم 3. اذا ووتر سمنت ريشيو ايش قد صارت؟ 0.4. خوش، بما انه هي الخرسانه معرضه لفترات من الذوبان والانجماد لازم ادخل على جدول رقم 4، لازم ادخل على جدول رقم 4، وهذا جدول رقم 4. جدول رقم 4 منطيك نوع المنشئ ومنطيك نوع التعرض. احنا ايش عندنا؟ معرضة لفترات أو لدورات من الانجماد والذوبان، إذن هذا يشملنا، هذا الحقل هو يشملنا. زين أنا منطيني هو نوع المقطع شنو؟ ما منطيني منشأ خرساني وقبل، منشأ خرساني وقبل. فإذا إيش أستخدم؟ أستخدم الأنواع الأخرى من المنشآت، أنواع الأخرى من المنشآت. وعدي هو معرض للدورات من الانجماد والذوبان، إذن إيش قد الووتر سمنت ريشيو مالتي؟ 50. إذن أقول إذن ووتر سمنت ريشيو 0.5، هذا من جدول 3 وهذا من جدول 4. ايش استخدم؟ استخدم الاقل. يا هو الاقل 0.4، يستخدم ووتر سمنت ريشيو الاقل، وايش قد يساوي؟ 0.4. اجي اطبق هسه اقارن ويا اللي منطيني اياه بالسؤال. بالسؤال ايش قد منطيني هو؟ ايش قد منطيني اعلى نسبه مسموحه بالووتر سمنت ريشيو؟ اعلى نسبه مسموحه بالووتر سمنت ريشيو ايش قد منطيني اياها؟ 0.4. انا ايش قد عندي هنا؟ 0.4. اذا خلاص ماكو مشكله. لو فرضا طالع عندي هنا الووتر سمنت ريشيو مثلا بوينت، خلينا نفرض الاقل شيء 0.5، خلينا نفرض انه الاقل شيء 0.5، المسموح عندي ايش قد؟ 0.4 من بالسؤال. فاذا استخدم 0.4.
لو طالع عندي بوينت 35، خلينا نفرض هنا حليت، طلع عندي الووتر سمنت ريشيو اقل شيء 35، ايش قد المسموح به هو 0.4، فايش استخدم؟ استخدم 35. الووتر سمنت ريشيو دائما استخدم الاقل، فاني هنا هسه اصلا هو طلع عندي اقل ووتر سمنت ريشيو 0.4 والمسموح 0.4، خلاص اوكي ما عندي مشكله، اذا استخدم ووتر سمنت ريشيو هو 0.4. زين، هذه كملت الفقره. الووتر سمنت ريشيو طلعت عندي والكميه المي موجوده عندي، اذا هنا ايش اقدر اطلع؟ كمية وزن الاسمنت ويساوي شنو؟ وزن المي على الووتر سمنت ريشو. ما هاي المعادلة مالتنا، وزن المي 165، الووتر سمنت ريشو 0.4، اذا يطلع عندي وزن الاسمنت 282 على ما اعتقد، 165 تقسيم 0.4 راح يصير عندي 400، لا يسوي 412.5 كيلوغرام للمتر المكعب. 400 165 تقسيم 412.5 كيلوغرام للمتر المكعب. هذه شنو؟ كمية الاسمنت، كمية الاسمنت. يعني هسه هنا أنا صار عندي معلومة كمية المي، صارت عندي معلومة كمية الاسمنت، شو بقى عندي؟ بقى الركام الخشن والركام الناعم. يعني هذه كمية السمنت، وطبعا يفضل أن واحد يأشرها حتى بعدين من يريد يرجع يعرف إيش قد هاي كمية المي طلعت عندي وكمية الهواء هذه، حتى يعرف إيش قد الكميات اللي طبعا عده. زين، هسه أجي طلعت عندي الكمية مالت الركام، العفو مالت السمنت، هسه أجي أطلع كمية الركام. كمية الركام الخشن منين أطلعها؟ بالمناسبة أنا نسيت هماتين أقارن كمية الإسمنت باوع بالكمية الإسمنت المسموحة عندك بالسؤال. إيش قايل لك؟ كمية الإسمنت إحنا إيش قد طلعناها؟ طلعناها 412. كمية الإسمنت طلعت عندنا 412.5 كيلوغرام متر مكعب. بالسؤال إيش قايل لك؟ هو أقل محتوى للإسمنت هو 400. يعني معناها هسه احنا بالسيف سايد بهذا السؤال. يعني لو فرضا انا طلعت عندي كميه الاسمنت 395، فرضا طلعت هنا 395 وهو قايل لي اقل محتوى الاسمنت 400، ايش استخدم الاسمنت؟ ايش قد؟ 400. لو فرضا طلعت عندي كميه الاسمنت 412 مثل ما طلعت، وهو قايل لي اقل كميه 400، انا ايش استخدم؟ 418. كميه الاسمنت استخدم الاعلى، اذا مقارنه ال 412.5 هي أكبر من ال 400 كيلوغرام للمتر المكعب، إذن أوكي ما عندي مشكلة، إذن أستخدم ال 412.5 كيلوغرام للمتر المكعب. هسه أجي أطلع الركام الخشن، الركام الخشن. الركام الخشن مين أطلعه؟ من جدول رقم 5. جدول رقم 5 شو ينطيني؟ يعطيني الحجم، حجم الركام الجاف المرصوص لوحدة حجم من الخرسانة. يعطيني حجم الركام الخشن المرصوص لكل وحدة حجم من الخرسانة، يعني مو يعطيني حجم، يعطيني كمية الركام الخشن، وإنما يعطيني حجم، حجم لكل وحدة حجم. زين، شو يريد من عندي؟ يريد من عندي المقاس الأقصى للركام الخشن. إحنا إيش قد عندنا المقاس الأقصى؟ 20. بالسؤال معطينا إياه المقاس الأقصى 20. وإيش قد عندنا الفاينس مودلس معايير النعومة بالسؤال؟ فاينس مودلس هو 2.8. معايير النعومة معطيناها بالسؤال 2.8. فإذا من هذا الجدول هذه ال 2.8، هذه هي 2.8، وهذا هاي هي ال 20. فأجي أقاطع ال 20 ويا 2.8 تطلع عندي إيش قد وحدة الحجم؟ 0.62. إذا طلعت وحدة حجم، وحدة حجم الركام الخشن هي 0.62. زين، فإذا وزن الكورس أجريجيت أو الركام الخشن أو الجرافل شو يساوي؟ راح يساوي 0.62 في 1600. شباب هاي ال 1600 ثابتة، بس مرات يعطيني إياها بالسؤال، يقول لي وحدة الحجم للركام الخشن مثلا 1750، مرات يغيرها، مرات يغيرها، يعني مو الوزن النوعي، غير الوزن النوعي، وحدة حجم الركام الخشن يقول لي هل قد
غيرها مرات بالسؤال. فانتبه، اذا بالسؤال منطيني اياها استخدم لي بالسؤال، اذا ما منطيني اياها انا حافظها استخدم ال 1600، اذا ما انطاني اياها بالسؤال فاستخدم ال 1600، بس اذا انطاني اياها استخدم اللي موجوده بالسؤال. فخليها ببالك هاي الشغله 0.62 في 1600 يطلع عندي 992 كيلوغرام للمتر المكعب. شباب اهم شيء الوحدات، لازم تكتب الوحدات حتى المقابل يفتهم بانه انت جاي تفتهم شو تسوي او جاي تعرف الوحدات اللي جاي تشتغل بها. فاذا طلعت عندي الركام الخشن هو 992، اجر للركام الناعم. الركام الناعم قلنا عندنا به طريقتين، الطريقه الاولى انه استخدم جدول رقم 6. الطريقه الاولى هو أن أستخدم رقم 6، وقلنا هاي طريقة ترى تقريبية، يعني مو طريقة مضبوطة، ديش الطريقة الحجمية هي الأضبط، طريقة تقريبية بجدول رقم 6. جدول رقم 6 يريد من عندي الحجم من ركام الخشن وهو عد 20، والخرسانة اعتيادية لو خرسانة حاوية على الهواء مقصود، بما أنه تتعرض للذوبان والإنجماد إذن بها هواء مقصود. إذن إيش قد وزن 1 متر مكعب من الخرسانة؟ هو 2280 حسب الجدول رقم 6. إذن وزن 1 متر مكعب من الخرسانة الطرية قد يساوي لي 2280. من هذا الرقم 2280 أجي أقول 2280 ناقص، أنا عندي وزن عندي وزن المي اللي هو 165، عندي وزن السمنت 412.5، عندي وزن الركام الخشن. إذن المتبقي شنو هو؟ الركام الناعم. إذن المتبقي هو الركام الناعم، أجي أحسبها زائد 412.5، صير عندي 1569 ناقص 2280، راح يصير عندي 710.5 كيلوغرام للمتر المكعب، هذا الركام الناعم. او الطريقه الثانيه ايش اسوي؟ اطلع حجم ركام ناعم الناعم. شو يساوي الحجم؟ قول 1 اللي هو 1 متر مكعب ناقص وزن المي على كثافه المي، وزن الاسمنت على كثافة الإسمنت، وزن الركام الخشن على كثافة الركام الخشن اللي مطني اياها بالسؤال ايش قد؟ 2650. شباب هذه هم مرات يغيرها ترى، لازم انت تنتبه عليها. زائدا كمية الهواء 6 على 106%. هذه مرات الأوزان الوزن النوعي مال الركام الخشن والركام الناعم ترى يغيرها مرات، فانت ايش ينطيك بالسؤال تستخدمه، اذا ما انطاك فتستخدم 2650. إذا ما انطاك تستخدم 2650 ثبتها، بس إذا انطاك إياه لا تستخدم اللي ينطيك إياه. هسه هذا دائما احنا ناخذ ترى ثلاث أرقام بعد الفارزة، خليها ببالك هاي، ناخذ ثلاثة أرقام بعد الفارزة حتى مو يعني كل من بكيفه ياخذ، وهذه لأنه هاي الكميات مالتنا قليلة فنحتاج ثلاث أرقام بعد الفارزة. ستة بالمئة كانت أو سكس. زين. هسه إيش راح يطلع هذا الحجم؟ راح يطلع حجم الركام الناعم راح يساوي 1 ناقص 0.729 ويساوي 0.271، هذا حجم الركام الناعم طبعا بوحدات المتر المكعب. هسه اجي اطلع وزن الركام الناعم اللي هو الفاين اجريجيت، راح يساوي 0.271 في ايش قد الكثافه المنطينه اياها؟
أو الوزن النوعي للركام الناعم هو 2650. أيضا بالسؤال مطينا 2650. بس خلنا نتأكد ما عندك قد مطينا يا بالسؤال. تمام 2650 منطينا اياه، فراح يصير في 2650 راح يطلع عندي 718 كيلوغرام للمتر المكعب. شوف هسه هذا طلع عندي 718، هذا 710 مقارب الى، يعني مو كل شيء هواي، لكن هو هذا الاضبط اللي هو 718 كيلوغرام متر مكعب. واحد من الطلاب كان سأل مرة قال شو أستاذ أكو معلومات ما منطينا إياها بالسؤال مالت بعد للركام الناعم الركام الخشن. مو دائما الركام بمعلومات هاي الإضافية. المعلومات الإضافية لما تكون بزيادة مي، إذا يكون مرطوب، يعني إذا كان ساتوريتد ويت سيرفيس، إحنا دائما نأخذه ساتوريتد دراي سيرفيس. فإذا هو هذا السنة إحنا نستخدمه ساتوريتد دراي سيرفيس، هو هذا اللي الركام يعني معناها مشبع جاف السطح. بما أنه مشبع جاف السطح فما منطينا نسبة المي أو الامتصاص للركام الخشن. هذا هو السؤال اللي انطيتكم إياه وردت الحل مالته. وهاي أهم الملاحظات البي قلنا من تجي تحل السؤال أول شيء راح تطلع المي والهواء من جدول رقم 2، بعدين تطبق هاي المعادلة. هاي المعادلة لازم تطبقها أول واحدة، هذه الاف برايم سي زائد 1.34 ستاندر ديفيشن لازم تطبقها. هنا قبل ما تجي تطبق المعادلة الثانية تشيك المقاومة المنطيك إياها. المقاومة المنطيك إياها بالسؤال إيش قد منطيك هو هسه. هنا المقاومة المنطيك إياها 32 أقل من 35. إذا أقل من 35 تستخدم هاي المعادلة الاف برايم سي زائد 2.33 في الستاندر ديفيشن ناقصا 3.45، تطبق هاي المعادلة. إذا كان أكبر من 35، إذا منطيك إياه بالسؤال أكثر من 35، راح تستخدم ديش المعادلة الثانية 0.9 F برايم C زائد 2.33 إلى آخره. هذه المعادلة الثانية إحنا هسه بهذا السؤال أقل من 35 فاستخدمنا هاي المعادلة. صار عندي 35 وعندي 36، المفروض أستخدم الأعلى اللي هو 36. بالجدول ما عندي لأن الخرزانة هاي معرضة للذوبان والانجماد، فما عندي بالجدول شو اسمه ووتر سيمنت ريشيو، فاضطر ان ارجع المقاومه لل 35 وهو مو هواي يعني نازل 35. فرحت على جدول رقم 3 طلعت ووتر سيمنت ريشيو لقيته 0.4، ورحت على جدول رقم 4 لانه الخرسانه معرضه لدورات من الذوبان والانجماد لازم ادخل على جدول رقم 4 لقيت الووتر سيمنت ريشيو 0.5. ايش اختار من بين ذني الاثنين؟ 0.4. ومن اختار اروح اقارن لان منطيني محدد بالسؤال قايل اعلى نسبه هي 0.4، فاني عندي اصلا طلع لي 0.4، فاذا اوكي ماكو مشكله. وقلنا هنا اذا طلع اللي عندك اقل من المحدد ما بي مشكلة، بس إذا أعلى من المحدد ترجع للمحدد. هاي للووتر سمنت ريشيو. طلع عندنا الووتر سمنت ريشيو، وراها راح طلعت وزن السمنت اللي هو قسمت وزن المي على الووتر سمنت ريشيو طلع لي وزن السمنت. وبما أنه أيضا مطيني محدد بالسؤال يقول لازم كمية الاسمنت ما تقل عن 400 كيلوغرام للمتر المكعب، أنا طلع عندي 412، فأوكي هي أكبر من 400 ما تأثر. لو طالعة 399، يعني مو كل شيء هو أقل من 400، 399 أقول ما أستخدم 399 أستخدم 400. إذا طلعت أكثر من 400 ماكو نستخدم الأكثر، لأن الاسمنت نستخدم الكمية الأكبر. طلعت أقل من 400 نستخدم 400. هسه هي طلعت 412 فماكو مشكلة أقول أستخدم 412. أجي للركام الخشن، وحدة الركام الخشن أروح من جدول رقم 5، من جدول رقم 5 أطلعها اللي هو يريد من عندي حجم الركام الخشن ويريد من عندي معايير النعومة للرمل مطيناهم بالسؤال. طلعت 0.62 أضربها في وحدة الحجوم للركام الخشن 1600، وال1600 أخوان ثابتة، بس مرات بالسؤال يغيرها، ينطيك بالسؤال يقول لك وحدة حجوم الركام الخشن 1700 1750، فأنت تلتزم بالسؤال. حدد لك إياها بالسؤال تستخدم المحدد، ما أعطاك إياها بالسؤال تستخدم 1600 تحفظها. الركام الناعم أجي أطلع الركام الناعم، الركام الناعم أروح إلى جدول رقم 6، جدول رقم 6 يعطيني وزن
واحد متر مكعب من الخرسانة الطرية لحسب حجم الركام الخشن. أنا عندي حجم الركام الخشن 20، فإذا تطلع عندي 2280، أجي أطلع أنا عندي وزن المي، وزن السمنت، عندي وزن الركام الخشن، أطرحه من 2280 اللي هو وزن الواحد متر مكعب من الخرسانة، المتبقي هو الركام الناعم. أو أستخدم الطريقة الحجمية اللي هي واحد ناقص، يعني واحد متر مكعب، نطرح من عنده وزن المي على كثافة المي، وزن الإسمنت على كثافة الإسمنت، ووزن الركام الناعم، العفو الخشن على كثافة الركام الخشن، وأضيف له نسبة الهواء. وهنا قلنا الركام الخشن مرات هم يغير الوحدة الوزن النوعي مالته، فأنت هم تنتبه على السؤال شقد مطيك الوزن النوعي تستخدمه. من هاي المعادلة تحلها تطلع لك حجم الركام الناعم، الحجم تروح الضربة في الوزن النوعي للركام الناعم اللي يعطيك اياه بالسؤال، او اذا ما منطيك اياه انت تعرفه 2650 يطلع لك وزن الركام الناعم، وبيكون هذا السؤال قد انتهى. وعدي مثال لكم راح ادز لكم اياه على الواتساب، هم تبلشون بافكار ثانيه غير هذني الافكار الموجوده بهذني السؤالين اللي اخذناهم. يلا شكرا جزيلا.